اوفرتور دونك لقى روحه وحده وصارت عليه الفوت وجاب 6 متر. 7 امتار اللي فات مكارم المهديه تنفيذ رميه 7 امتار وتسجيل. تسجيل رميه 7 امتار. وليد بن سالم. يتمكتي على امام يدخل في حراسه المرمى. نحب نحكي شويه معاك بعد على متاع الامام على الامكانيات نتاع الحارس هذا وتسجل. 9-5. قابلة قادرة تتطور ومجددا بين زوز لاعبين صحيح. نادي الافريقي فما حلول فما ثراء نتاع ارسنال تكنيك كبير برشا وتكتيك خاصة صحيح. من النادي الافريقي حتى التو هو المتفوق به على مكارم المهدية وزاد حتى عامل خبرة انه رمزي مجدوب لاعب برشا وسامر ميكي تجربة كبيرة صحيح. برشا ولاعبين مع بعضهم برشا زاد معناتها يتفاهموا مع بعضهم. التايمينغ كما قلت لك التايمينغ اهم حاجه في الشيما تكتيك هو التايمينغ هو خلق التفخيض المصحيحه. خرجوا 10 ولا 11 لاعب السنه وباقي الفريق واقف على ساقيه دونك هذاك اش يلزم. او وليد بن سالم كما قلنا كره باهيه توا حطها فوق الكونتر تعدت من كيف فما قله تفاهم كبيره بين لي دو سنترو. لونجاجمون رابيد توا قاعدين يسجلوا عليه فما بهته في دفاع نادي الافريقي في الرجوع فما تحس فما ارتياح بعد ما يسجل الهدف دونك يلزم يخمم في الربلي يخمم للماتش طويل كما قلنا يلزم المكارم توا قاعد يبدل. هذه عملية الكرة الورقية إيجابيا في الماتش هذا. 9 أمتار اللي فات مكارم المهدية كرة دور بين محمد سامي غربال وبين بن سالم اللي ينجح في تسجيل هدف 18-25-18 بعد 18 دقيقة لعب في الشوط الثاني. دلال. عند الباس كانت فوغل معناها هو اللي غلطة المهاجم أكثر من غلطة المدافع على الباس. مكارم المهدية فريق تحسنت دونك ليزيسباس يكثروا أما تنجم تكون عنصر مفاجأة ساعات ما تتأقلمش الدفاع على الطريق ما يتأقلمش الهجوم على الطريقة نتاع الدفاع هذايا بالأخص ملاعبي كيما رميكي توا معاملين عليه برشا.